في رحاب الإسراء والمعراج. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير». وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فمما لا شك فيه ان رحله الاسراء والمعراج رحله ذات اسرار عظيمه فهي رحله فريده في تاريخ الانسانيه جاءت تكريمًا لخاتم الأنبياء والمرسلين وتسرية عنه صلى الله عليه وسلم بعد سنوات ذاق خلالها هو وأصحابه ألوانًا من الاضطهاد والأذى والتكذيب، وبعد أن فقد في أيام معدودة من السنة العاشرة من البعثة عمه أبا طالب الذي كان سندًا له في حياته. وزوجه العاقله الحنونه السيده خديجه رضي الله عنها التي كانت حصنا وملاذا امنا يلجا له عند شدته ولقد ازداد هم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحله الطائف الحزينه التي كانت اشد المواقف صعوبه في حياته الشريفه فبعد ان اصابه من اذى قومه وغيرهم ما اصابه خرج صلى الله عليه وسلم الى الطائف لعله يجد عند اهلها النخوه او النصره فكانوا اشد اذى وقسوه عليه صلى الله عليه وسلم من بني قومه ذلك انهم سلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجاره حتى سال الدم من قدميه الشريفتين فتوجه صلى الله عليه وسلم وهو في طريق عودته الى ربه بهذا الدعاء الحنون الذي يحمل كل معاني العبوديه والانكسار لله عز وجل قائلا اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك ومن هنا ومن قلب كل هذه المحن كانت المنحه الربانيه العظيمه رحله الاسراء والمعراج التي اطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فيها على حقائق غيبيه واسرار كونيه لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل تكريما له صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لقلبه ولكي يزداد ايمانا ويقينا وثقه في انه في معيه الله عز وجل وفي كفالته وعصمته ولله در الامام البوصيري حين قال سريت من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزله من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الانبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم ان معجزه الاسراء والمعراج من اجل المعجزات واعظم الايات التي اكرم بها الحق سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن في رحاب هذه الذكرى العطره فلنقف مع بعض الدروس والعبر المستفاده من هذا الحدث الجليل منها ان الاخذ بالاسباب لا يتنافى مع صدق التوكل على الله عز وجل فقد سخر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم البراق ليكون وسيلة انتقاله في رحلته، مع أن الله عز وجل كان قادرا على أن يسري بنبيه دون وسيلة، وعلى الرغم من يقين النبي صلى الله عليه وسلم الكامل وصدق توكله على الله عز وجل إلا أنه عندما وصل إلى بيت المقدس ربط البراق الذي سخره الله تعالى له تعليما للأمة بضرورة الأخذ بالأسباب، فقال صلى الله عليه وسلم: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. يقول الإمام النووي: وفي ربط البراق الأخذ بالاحتياط في الأمور، وتعاطي الأسباب وان ذلك لا يقدح في التوكل فالمؤمن الحقيقي يعمل عمل رجل لا ينجيه الا عمله ويتوكل على الله توكل رجل يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله عز وجل له وهذا الفهم المتوازن هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في جانب الاخذ بالاسباب إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. ومن قوله صلى الله عليه وسلم في جانب التوكل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن العبر المستفادة أخوة جميع الأنبياء والمرسلين. فالانبياء والمرسلون جميعا اصحاب رساله واحده في الاصول والعقائد وان اختلفت في الشرعه والمنهاج قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول في شان الوصايا العشر التي جاءت في قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يقول هذه ايات محكمات لم تنسخ في اي شريعه من الشرائع او مله من الملل وهي محرمات على بني ادم جميعا وهن ام الكتاب اي اصله واساسه من عمل بهن دخل الجنه ومن تركهن دخل النار ولقد كان من الايات الكبرى التي اكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم ان جمع له الانبياء والمرسلين في بيت المقدس وصلى بهم اماما كما استقبلوه صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى قائلين مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح وكان ذلك ايذانا بانتقال الامامه في الارض الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه تطبيقا عمليا للعهد والميثاق الذي اخذه الله سبحانه وتعالى عليهم حيث يقول سبحانه واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين قال علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي لا به ولا ينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنن به ولا ينصرنه. ومن العبر ايضا مكانه المسجد الاقصى الى جانب المسجد الحرام فقد انتهى اليه اسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه بدا معراجه الى السماوات العلى ثم الى سدره المنتهى كما انه اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين واحد المساجد الثلاثه التي تشد اليها الرحال من اجل الصلاه وثوابها كما انه ثاني مسجد بني على الارض فعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول قال المسجد الحرام قال قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال اربعون سنه ثم اينما ادركتك الصلاه بعد فصله فان الفضل فيه وصلاه فيه خير من خمسمائه صلاه فيما سواه عدا المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاه في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة وفي مسجد ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة فالمسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية فهو ذو مكانة في قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمانة في أعناق المسلمين جميعا فلا ينبغي أن نفرط فيها أو نتهاون في الحفاظ عليها، كما يجب علينا أن نغرس في أبنائنا هذا المعنى حتى لا تنسى الأجيال القادمة مكانة وقدسية المسجد الأقصى لدى جميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإسلام مع مطلع أبريل من كل عام يحتفي العالم كله بيوم اليتيم على أن تعاليم ديننا الإسلامي السمحي قد سبقت كل المنظمات الانسانيه في العنايه باليتيم والوفاء بحقه حيث يقول سبحانه ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم والمتدبر في هذه الايه الكريمه يرى ان التعبير القراني قد جاء بكلمه اصلاح ليكون شاملا لكل وجوه العنايه والرعايه فالاصلاح اسم جامع لكل ما يحتاج اليه اليتيم فقد يحتاج الى المال فيكون الاصلاح برا وعطاء ماديا وربما يكون اليتيم غنيا فيحتاج الى التقويم والتربيه فيكون الاصلاح هنا رعايه وتربيه وقد يحتاج الى من يتاجر له في ماله او من يقوم على شؤون زراعته او صناعته فيكون الاصلاح هو القيام بذلك وقد لا يحتاج الى هذا ولا ذاك وانما تكون حاجته الى العطف والحنو والاحساس بمشاعر الابوه فيكون الاصلاح بتوفير ذلك له وقد يكون الاصلاح في تقويم زيغه وعوجاجه وتهذيب سلوكه واخلاقه وبهذا المعنى الشامل للرعايه والكفاله جاءت النصوص القرانيه والنبويه تحثنا وتدعونا الى اصلاح احوال اليتامى ورعايه شؤونهم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، وقال صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، وقال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له او لغيره انا وهو كهاتين في الجنه واشار بالسبابه والوسطى اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب